هنبتدي بأولى أخبارنا الخاصة بالنادي الأهلي، والخبر بيتكلم عن تراجع النادي الأهلي عن بيع أجاي في فترة الانتقالات الشتوية. المسؤولين في نادي الأهلي تراجعوا عن فكرة إن هم يبيعوا أجاي الفترة اللي جاية أو فترة الانتقالات الشتوية، بعد ما كان في توجه من النادي الأهلي للتفريط في اللاعب رفقة الأنجولي جيرالدو. النادي الأهلي بيعقد اجتماع مع الثنائي سواء كان أجايي أو جيرالدو، وموقف الفترة الانتقالات الشتوية تراجعوا عن فكرة بيع أجايي بعد التأكد من عدم حاجته لتدخل جراحي بعد إصابته في الوتر وقرب عودته للملاعب. كانت لجنة التخطيط بالأهلي بالفترة اللي فاتت بتخطط بالفعل لبيع أجايي بسبب حاجته لفترة طويلة قبل العودة الملاعب، وكده شايفين أن النادي مش هيقدر يحصل على مستوى قوي أو مستوى جيد، أو وجود أجايي مش هيبقى مفيد للنادي الأهلي، ولكن تراجعوا عن القرار ده لما لقوا أن فترة الإصابة أنه مش هيحتاج لتدخل جراحي، وبالتالي مش هيحتاج لفترة تعافي طويلة، وممكن يبقى النادي الأهلي يستعين بخدماته، ممكن يبقى موجود في فترة قصيرة وهو مش هيحتاج لتدخل جراحي.